في عهدنا معاكم دايما دايما بنحطكم في قلب الحدث سواء في المكسيك، البرازيل، السعودية. فمعانا ناقد وكاتب صحفي في جريدة الرياضية السعودية الأستاذ أحمد الشمري. أهلا بيك يا فندم على شاشة قناة النادي الأهلي. يا أهلا فيك والساعة المباركة أخوي وحبيبي أستاذ محمد بارز، وأيضا أخوي العزيز أحمد أسامة. تشرفت فيكم حبيبي، أهلا بيك. الأهلي قناة زعيم أفريقيا، زعيم وفخر العرب، وأنا ما أجامل بشيء، هذا التاريخ هو اللي يحكي عنه قبل ما أحكي أنا. سعداء بوجودك أكيد، ونتشرف بوجود قامة صحفية زي حضرتك نتعلم منها ونستفيد بيها، وجمهور النادي الأهلي كله يحب يسمعك النهاردة. بالتأكيد، ويعني حابين تقول لنا بقى رأيك في مباراة أو مواجهة الغد بالتأكيد، وأبرز العناوين اللي تناولتها الصحف السعودية، وتعقيبا على مباراة الأشقاء غدا إن شاء الله، وإحنا سميناه من الكبيرين، كبير القوم في أفريقيا وكبير القوم في آسيا. فحابين حضرتك بقى تحط مشاهدي قناة النادي الأهلي في قلب الحدث وتوقعاتك للمباراة. أمل، أنا أتشرف في وجودي ثاني مرة في قناة نادي الأهلي، قناتنا هذه أنا أسميها نادي الأهلي، ملك للجميع، الكيان العظيم. جمهور نادي الأهلي جمهور الراغي للأمانة، الجمهور المحترم هو السند بعد الله للكيان العظيم وإنجازاته. في الأمانة العناوين نفس ما تفضلتوا، الكبيرين يتواجهون، والكبيرين في بطولة عالمية، وهي أكبر بطولة، ثاني بطولة عفوا في أكبر محفل دولي. أنا تمنيت أن يكون النهائي، والله العظيم تمنيت أن يكون النهائي بين الأهلي والهلال، ولكن بإذن الله مستقبلا لابد. أنا عارفهم اثنينهم فيهم الخير والبركة، ودائما نتغنى فيهم في العز والكرامة. فنادي الأهلي حصل مرتين على الثالث، والمفترض في الأمانة أنه هو اللي يكون صاحب اللقب. ونادي الهلال طبعا زعيم آسيا في ثمان بطولات آسيوية في جميع مسمياته، فليس بالسهل للعلم يعني. ورغم غيابات متواجدة في نادي الأهلي، صدقني ما راح يتأثر نادي الأهلي، الأهلي بمن حضر. نتمنى ان شاء الله ولا انا غلطان بعد؟ لا طبعا الاهلي بمن حضر. الاهلي بمن حضر. طيب توقعات حضرتك للمباراه؟ انا اشوف، والله شوف، توقعات للمباراه اتمنى طبعا، انا قبل ما اتوقع استاذنكم بشغله اخواني اللي الاعزاء الاهلاويه، لا تاخذكم بعض من الجماهير الانديه الاخرى، او بالاصح بقول انا شوي ترى مشاغبه، الجماهير الانديه الصغيره وخروا عنها انت، بس هم لو ما فشلوا والله هم يتمنون يكونون مكانكم، بس هم ما قدروا يوصلون اللي وصلوا نادي الاهلي ولا نادي الهلال. فدائما الكبار هم مع بعض، فيقول لك المثل، هو مثل مصري، ها، الكبير يبقى كبير والنص نص، والصغير معروفوش، فانتم تبكوا من الصغيرين هذول. نتيجة المباراة، انا نتيجة المباراة صراحة اللي اشوفه على اللي قاعد يغدم نادي الهلال، المستوى المبهر، عارف شلون؟ فاتوقع يعني الله اعلم ان تكون فرق هدف يعني 2-1 1-0، ما اعتقد انها راح تكون بعيدة يعني، او اللي راح يفوز ما راح ياخذ اكثر من فرق جولين من الثاني، ان كان الهلال او الاهلي بصراحه. نتمناها اهلاويه ان شاء الله، ونتمنى الفوز للنادي الاهلي، ونتمنى الاهم ان تظل الروح العربيه بين جمهور الهلال وجمهور النادي الاهلي، هذه الروح والمحبه اللي بتجمعهم، ويكون احد الفريقين فاز بالبرونزيه والاخر فاز باحترام الجميع يا اسامه. بالتاكيد يا فارس، ندخلها يعني متنافسين، نخرج منها اشقاء. اتفضل كلمه اخيره استاذ احمد، ورساله لجماهير الكبار سواء جماهير الاهلي او جماهير نادي الهلال عن الروح الرياضيه. بالامانه اولا اشكركم، وانا تشرفت
اني اكون مداخلتي في قناه كبير القاره الافريقيه والزعيم الاهلي، اقول لهم الاخلاق الرياضيه اللي تعلمناها من اول، ولولا انتم ما انتم كبار ما شجعت ولا حبيت نادي الاهلي، وايضا على جمهور نادي الهلال نفس الشيء. الله عليك. فاتمنى ان دائما خاصه في التواصل الاجتماعي تكون الروح الرياضيه، ونبارك لبعضنا من اللي يفوز، ترى الجميع فايز ما حد خسران. صحيح. ثقوا بالله ما حد خسران. صحيح. انا قلتها في اول بدايه مداخلتي معاكم بكل اختصار، انتم لو ما انتم كبار ما وصلتوا لهذا المستوى الذي يبحث عنه الانديه اللي خبرتهم، فهم من الحره والغيره قاعد يسوون السوالف هذه، لا تسمعون لهم. الله يوفقهم ان شاء الله، الله يحفظ ام الدنيا. متشكرين لحضرتك، متشكرين لحضرتك. والشعب وحكومه الله يشكرك. ومداخله اسرتنا وافادتنا كتير جدا، ومصر دائما في عيون الاشقاء العرب، وده اللي احنا بنحافظ عليه. الجميع يتغنى بحب مصر يا اسامه.